حظيت الدورتان السنويتان هذا العام باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي، فيما تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تتمتع بعلاقات متميزة مع الصين. وقد أجرى مراسل القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية لقاء خاص مع السفير السعودي لدى الصين تركي بن محمد الماضي. سعادة السفير، ما هي أهم الموضوعات التي تجذب اهتمامك خلال انعقاد دورتي هذا العام ولماذا؟ طبعا هذا حدث عظيم في حد ذاته بالنسبة للصين والشعب الصيني، وبداية نهنئ الشعب الصيني بانتخاب فخامة الرئيس شي جين بينغ كرئيس لفترة ثانية، وهذا بحد ذاته يؤكد مدى الاستمرارية ومدى الانضباط. وبالتالي أنا أجد أنه الحدث الأهم هو انتخاب فخامة الرئيس، أيضا هيكلة المؤسسات الحكومية وإصدار تنظيمات معينة، طبعا التعيينات أيضا شيء مهم، أيضا فيما يتعلق في بعض القضايا الاستراتيجية المتعلقة في اشتراكية الصين بخصائص صينية، أيضا إلى مسألة المصير المشترك للبشرية. ربط السفير السعودي مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جين بين وتم إدراجه في الدستور الصيني خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني، ربطه بمبادرة الحزام والطريق. لا بدون شك هذا المفهوم مفهوم عميق يعكس رؤية استراتيجية وفلسفية عميقة لدى فخامة الرئيس، والصين هي تلعب دور رائد في تعميق هذا المفهوم. ولا شك أنه أنا شخصيا أربط أيضا الفكرة والمفهوم المصير المشترك بمبادرة الحزام والطريق، لأن أعتقد أنهم في مسلك واحد بدون وأعتقد أنه هي مبادرة الحزام والطريق تؤدي إلى المصير المشترك والتنمية المستدامة والسلام. إذا ربطنا بين التنمية والسلام فإحنا نستطيع أن نحقق من خلال مبادرة أو المفهوم الذي أطلقه فخامة الرئيس، نعتقد أنه نتجه إلى عالم أفضل، عالم أكثر تطورا، عالم أكثر رخاء، أكثر رفاهية. فالصين تلعب دور رائد في هذا الموضوع، نجد أثار الصين موجودة وبدون شك وهي واضحة للجميع، سواء في الدول الأقل نموا والدول النامية سواء في أمريكا اللاتينية أو في أفريقيا وحتى في العالم العربي، لأنه هذا أنا أتحدث عن العالم. الصين لعبت دور جدا إيجابي في اتجاه التنمية والتنمية المستدامة والعمل على تأكيد وحدة المجتمع الدولي البشري في كافة المجالات. كما أثنى السفير السعودي على علاقات بلاده بالصين واصفا إياها بالمتصاعدة باستمرار. في الواقع هي سياسيا واقتصاديا ممتازة، الصين شريك كما ذكرت، شريك يعني مهم جدا للمملكة، التبادل الاقتصادي والتجاري، الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، يعني هنالك يعني نمط أو تطور يعني تدريجي لكن تصاعدي في مصلحة كلا الطرفين. طبعا لست أنا رجل أؤمن بالأرقام، لكن ليس اليوم هو يوم أرقام، لكن أنا متأكد أن السعودية تظل هي الشريك الأكبر للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستظل كذلك للسنوات القادمة. المشروعات المشتركة بين البلدين ضخمة للغاية سواء في الصين أو في المملكة العربية السعودية، هناك مشروعات موجودة على الأرض تتحدث عن نفسها وشركات مهمة جدا، ونتطلع إلى أفضل من ذلك. حجم الاتفاقات التجارية والمذكرات ضخم جدا بين البلدين.